هنعمل ايه بقى؟ هناخد الاول هي اللحمه اهي. ايه اللحمه اهي قدامنا، هنحط الكلام ده هنا عشان ترتيبات العمل. اوكي، ترتيبات عمل بس. بصوا بقى، معايا اللحمه مكعبات، معايا مستردة ديجون سواء بالحب او من غير حب، انا افضلها بالحب لكن من غير حب شغال، ديجون شغال. ومعايا هوت صوص، ومعايا خل عنب احمر، ومعايا صويا صوص وويستر شير صوص اللي بيكتب ورايا، ومعايا اويستر صوص، ومعايا عسل نحل، ومعايا سمسم محمص مش ابيض، اوكي، ومعايا شويه بودره بصل، ومعايا توم، ومعايا عصير برتقال، ومعايا كريمه جوز هند، واناناس، شرايح اناناس. اوكي، هنعمل ايه بقى؟ هناخد الحواديت الحلوه بتاعتنا دي، كل الكلام ده اهو، وهعمل بيه كده، هننزله مع بعضه كله على بعضه. بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه التتبيله. اوكي، بعمل بيه التتبيل. هعمل كده، ادي واحد والوستشير كفايه كده، والصويا صوص. ونخلي بالنا طبعا الصويا صوص خصوصا الغامقه حادقه، فاظبط بقى الملح بتاعي وانا بحطه علشان ما ايه ما تبقاش رايحه في الحدوقيه قوي. اوكي، وهنحط عسل النحل. يلا بينا، احط ملعقه كبيره من عسل النحل والباقي لخعازه. تمام كده، خليكي كده مع بعضك. اوكي، يا ريت. اوكي، والمستردة الديجون اللي بالحب زي ما قلنا افضلها يعني. اوكي، معلقتين كبار. اوكي، وهحط الاويس الهوت صوص، وتظبطوه بقى لان في هوت صوص ضعيف شويه وفي هوت صوص قوي جدا، فانتوا لازم عارفين ايه الصنف ده وايه الصنف ده عشان تحضروا الكميه بتاعتكم. ده حامي قوي اللي انا حاطه ده، حاطط منه معلقه ونص كبار. اوكي، وهو شديد يعني. وهحط شويه لايك معلقه كده اهو حلوه صغيره مطرعمه يعني من ايه بودره البصل، وهحط السمسم معلقتين كبار سمسم. تمام، اوكي، وهحط مثلا ده الخل العنب الاحمر، حط ادي ايه ملعقه اتنين تلات، والباقي له عازه. اوكي، نخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه خلطه قويه شديده جريئه كده اهو. اوكي، واسيب الكلام ده مع بعضه يعني من ربع ساعه مثلا 25 دقيقه. هقوم حاطط، لا خلي بالك عشان دي الحته دي ايه مهمه ودقيقه، حط شويه ثوم، وعلى السريع كده ايه اقلب، واقوم واخد الكلام ده بمصفه كده. اوكي، وحاطط احط الكلام ده، واحد اتنين. اوكي، ها، وبقيت الخل وبقيت العسل. كده اهو، ونشيله. هنشيل الكلام ده، ها،
واسيبه يستريح. ابقى بخلص ايه بقيه الحاجات. وابتدي اكرمل الحدوته دي. كلمه جوز الهند، معلقه كبيره كده جدا اللي هي معالق الغرف دي، اللي هي حوالي نص كوبايه تقريبا تقريبا. في المرحلة دي بقى احط زيادة واحدة، اظبط قوامي بقى والكمية حسب الكمية اللي انا عاملها يعني. بس كده، بس كده، كويس كده، اوكي. وبعدين هناخد بقى ايه اللحمة واردها مع الصوص كده. ثانك يو. كده انا معايا something like 250 جرام من اللحمه كده اهو. طبعا ممكن تخلوا واحدة من الأناناسات، ما تقطعوهاش وتحطوها في الكورنر. طريقة تقديم إذا كان ده يريحكم أكتر يعني يساعدكم. أوكي.